الدقاقات تقدم يتحدث عن تجهيز مفاجأة من العيار الثقيل، وحسم يؤكد لا تغيير بالمعادلة. كردستان تكشف عن اتفاق جديد مع بغداد لتصدير نفطها، وأخطاء مطبعية تعطل نشر الموازنة. العراق يحذر من اتساع دائرة الحرب إلى لبنان، وإيران تشدد على إيقاف الإبادة الجماعية في غزة. أسعد الله أوقاتكم بكل خير، أهلا بكم إلى نشرة منتصف النهار. ونبدأ نشرتنا من ملف الخلافات التي أفرزها منصب رئاسة البرلمان، حيث كشف حزب تقدم عن رغبة نواب آخرون بالعودة إلى الحزب خلال الأيام المقبلة. عضو الحزب الفاروق الصالحي أشار إلى أن المشاكل التي دفعت بعض النواب للانسحاب تم حلها، مضيفا أن تقدم سيكشف عن مفاجأة من العيار الثقيل خلال أيام عيد الأضحى أو قبله. أكد تحالف الحسم أن عودة نواب إلى حزب تقدم لا يغير من المعادلة كثيرا، وما هي إلا خطوة متفق عليها مسبقا. المتحدث باسم الحسم صلاح الكويسي قال أن تقدم خسر 11 نائبا خلال سنة واحدة، والأسبوع الماضي خسر 10 نواب إضافيين، لافتا إلى أن النتيجة واضحة بين من يرغبون بترك الحزب ومن يقررون العودة إليه مرة أخرى. جددت كتلة الديمقراطية الكردستانية النيابية مطالباتها القوى السياسية السنية بضرورة التوافق على مرشح لتولي رئاسة مجلس النواب. النائب عن الكتلة جياي تيمور قال أن اتفاق المكونة السنية على مرشح واحد سيسهل أمر انتخاب الرئيس الجديد للبرلمان على المكونين الشيعي والكردي، لافتا إلى أن بقاء المرشحين الحاليين بدون تقليص سيؤدي إلى انقسام الآراء النيابية وعودة الضغوطات السياسية على النواب، وبالتالي استمرار التعطيل. بعد جولة حامية من المنافسة السياسية للظفر بمنصب رئيس البرلمان، يعود الهدوء إلى البيت السياسي السني بانتظار انتهاء عطلة العيد. وتيرة سير مفاوضات أصحاب الاستحقاق ومطالبات الإطارة نتابعها مع أحمد ليث. بعد الخلافات الطويلة المتوترة في الخطابات والمواقف بين أحزاب المكون السني على منصب رئيس البرلمان، هدأ المشهد الآن، وأصبحت المسارات السياسية تبحث عن مكانات الوقوف عند اتفاق قريب يحسم من خلاله هذا الاستحقاق. من لم يذهبوا إلى التوافق على الإطار هو الكتلة الأكبر والأب الأكبر أن يختار ويترك حرية الاختيار إلى النواب ليختار من يمثل رئاسة البرلمان ضمن استحقاق مكون ويحترم هذا الاستحقاق. أما نبقى بصراع وعدم توافق بالتأكيد هي رسائل سلبية غير إيجابية. هناك تفاهمات كبيرة بين السياسيين الشارع السني والوصول تقريبا إلى شبه نهائي اختيار شخصية ويحسم الملف نتوقعه بعد العيد. وما بعد عطلة العيد يرجح مراقبون ظهور اتفاق جديد لغالبية الكتل السياسية من المكونات، وعلى إثره محتمل أن تعقد جلسة طارئة حاسمة ينتخب فيها رئيس البرلمان. يعني أعتقد الخلل سوف يكون في الماضي، على اعتبار أن الإطار التنسيقي هو عازم على احترام حصة المكون في هذا الموضوع، وبالتالي أيضا تولدت قناعة لدى القوى السياسية المتبقية في هذا الأمر. هذا الاتفاق السياسي بالمستوى السيادي أن لا يكون هنالك مرشحين جدد، على اعتبار أن القوى السياسية مضت في هذا الأمر، وما تبقى من مرشحين هم سيدخلون للجولة. الشخصيتان المرشحتان لمنصب رئاسة البرلمان سالم العيساوي ومحمود المشهداني ستبقي عليهما الأحزاب السياسية في جلسة الانتخاب المقبلة، خصوصا وأن الإطار التنسيقي بدأ يطالب أيضا مع بعض من الأحزاب السنية
بضرورة إنهاء شغور منصب رئاسة مجلس النواب. أحمد ليث بغداد، قناة الرابعة. كشفت حكومة إقليم كردستان العراق عن اتفاق جديد مع الحكومة الاتحادية بشأن استئناف تصدير النفط. المتحدث باسم حكومة الإقليم بشهر ماني أشار إلى أن اجتماع وفد الإقليم وممثلو الشركات النفطية مع وزارة النفط الاتحادية كان إيجابيا للغاية، مؤكدا وجود تفاهم جيد بين الأطراف لاستئناف تصدير النفط. أكد مجلس وزراء إقليم كردستان أن حكومة الإقليم لن تشكل عائقاً أمام عملية استئناف تصدير النفط. المجلس خلال اجتماع له ناقش نتائج الزيارة الأخيرة للوفد الكردي وممثلي الشركات النفطية إلى بغداد، مشيراً إلى أن وفد كردستان شدد على ضرورة وضع إجراءات وآلية لتذليل جميع المعوقات التي تعترض عملية التصدير من خلال شركة سومو. أرجعت اللجنة المالية النيابية أسباب طلبها بإعادة جداول الموازنة إلى مجلس النواب قبل نشرها في الجريدة الرسمية بسبب وجود أخطاء طباعية في الأرقام. اللجنة أعلنت عزمها إعادة تدقيق الأرقام لغرض نشر الموازنة لما بعد عطلة العيد الأضحى، مضيفة أن عملية تشخيص الأخطاء تمت من خلال مراجعة المسودة النهائية قبل نشرها في الوقائع العراقية. أكدت اللجنة المالية البرلمانية قرب الانتهاء من حسم ملف توطين رواتب موظفي كردستان وبسهولة تامة. وقالت نائب رئيس اللجنة إخلاص الدليمي أن قرار المحكمة الاتحادية كان واضحا بالمضي بتوطين الرواتب دون أن تحدد فترة زمنية للانتهاء من ذلك، مشيرة إلى وجود حالة من التعاون بين الحكومة الاتحادية وحكومة كردستان بشأن موضوع التوطين. تصطدم عملية توطين رواتب موظفي الإقليم بإشكاليات عدة رغم التقارب بين بغداد وأربيل. وما هي هذه الإشكالات والاتهامات لتعطيل صرف هذه الرواتب؟ نقلها لنا مراسل الرابعة فقار فاضل. لا تزال بعض الإشكاليات تقف للحيلولة دون سريان عملية توطين رواتب موظفي إقليم كردستان في المصارف التابعة للحكومة الاتحادية، إثر قرار سابق صدر من أعلى سلطة قضائية في البلاد. أعضاء في اللجنة المالية النيابية يؤكدون وجود معرقلات لتعطيل التوطين لمستحقات أكثر من 650 ألف موظف ومتقاعد في كردستان. آلية معرقلة من قبل إقليم كردستان ولا يتم التوطين بشكل جدي، ومن خلال شهر تقريبا لم يتم توطين أكثر من 1000 موظف، والمفروض 670 ألف موظف يتم توطين رواتبهم على مصرف التي بي آي. فإذا كان هناك أخطاء من قبل المصرف أو معرقلات لابد من رفعها. ورغم تجاوز بغداد وأربيل جزئيا سور الخلافات إزاء تمويل رواتب موظفي الإقليم، وذلك عبر جملة من الاتفاقات القانونية والسياسية، إلا أن نوابا يمثلون الإقليم لم يستبعدوا وجود تعثر في الإجراءات الفنية الخاصة بإرسال بيانات موظفيها إلى الحكومة الاتحادية. شكت الحكومة الاتحادية كالمتمثلة بالمصرف التجاري عن أنه هناك مثلا ضعف بالتواصل أو ضعف بالبيانات، والحكومة حكومة الإقليم أرسلت لنا البيانات التي أرسلتها إلى المصرف، ومن خلال الإيميلات البيانات التي أرسلتها عن طريق الإيميل لنا، كل بيانات ترسلها إلى المصرف التجاري ترسل نسخة منها إلى اللجنة المالية، ورأينا هناك تطور. ومع سير عملية التوطين بشكل نسبي، فثمت شكوك لدى المراقبين من التزام حكومة الإقليم بتسليم جميع البيانات الخاصة بموظفيها لأسباب سياسية وليست فنية بحسب اعتقادهم. من العاصمة بغداد، فقار فاضل،
الرابعة. أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية صدور 4 أوامر استخدام بحق المعاونين الحاليين لمحافظ المثنى للشؤون الإدارية والفنية لارتكابهم مخالفات في مناقصات المشاريع، تبليط وتأهيل الشوارع. الهيئة قالت أن أوامر الاستدعاء شملت 6 متهمين آخرين وأعضاء في لجنة التحليل والإحالة ومدير دائرة العقود الحكومية في المحافظة، مبينة أن ذلك الإجراء تم بعد يوم واحد من وصول لجنة الأمر الديواني لمتابعة ملفات المثنى وجعلها مكتب تحقيق الهيئة فيها غرفة عمليات ومقر لتلقي البلاغات. كشف رئيس لجنة النزاهة في مجلس محافظة نينوى مروان الطائي عن وجود تلكؤات في مشاريع كثيرة داخل المدينة، وقال الطائي خلال مؤتمر صحفي أن أكبر وأهم مشروع متلك هو مطار الموصل. جمع هذه المشاريع، اليوم يوجد مشاريع متلكئة، وتقدمت السد لليال البياتي بطلب وجلبت هذه المشاريع، فإن بعد عطلة العيد سوف نكون أمام هذه المشاريع المتلكئة والمتوقفة. لأنه أحد أهم المشاريع المتلكئة هو مشروع مطار الموصل. نحن نعتقد أن في الحكومة السابقة، وسمعتم أنتم التصريحات في الحكومة السابقة حول المدة التي أعطتها لإتمام مطار الموصل، نحن نعتقد أن السبب هو في سوء اختيار الشركة السابقة. شددت لجنة الأمن والدفاع النيابية على ضرورة إخراج القوات التركية من داخل الأراضي العراقية واعتبار تواجدها في كردستان العراق احتلالاً. عضو اللجنة علاوي البنداوي قال أن القوات التركية توغلت بعمق 40 كيلومتر داخل الأراضي العراقية، مشيرا إلى أن العراق لا يرغب باستخدام القوة مع الجانب التركي لإخراج تلك القوات، بل اعتماد الطرق السياسية والدبلوماسية. كشفت قيادة شرطة النجف الأشرف عن وقوع إصابات بين نزلاء سجن مكافحة الإجرام بالمحافظة إثر وقوع شجار بينهم. وذكرت قيادة الشرطة في بيان أن الجهات المختصة تمكنت من السيطرة على المشاجرة التي حصلت بين 8 سجناء، نافية استخدام السجناء آلات جارحة، كما تداولت بعض مواقع التواصل. عقد انقضى على أبشع مجزرة إرهابية، ولا يزال نحيب الأمهات يصدح من موقع الجريمة في صلاح الدين. حديث الأمم المتحدة عن هذه الفاجعة وصور الحزن والأسى وثقها مراسلنا في المحافظة محمد الربيعي في هذا التقرير. صلاح ماك بغلط، وهو ولي رت الخوات ويبشن ولك ظلن بنات. ككل عام تعود أم صلاح لتحيي ذكرى فقد ولدها في مجزرة سبايكر الذي لم تعثر على أرفاته حتى الآن. فنحيبها وكلماتها المفجعة تجسد عبرة أم تعيش الفقد كل يوم وليس كل عام. الغرفة خالية وكلش أحط بيها، عيالك وينك جاوي أنا وديها، عيالك وينك جاوي أنا وديها، عيالك وينك. أفا عليك ابني شلون ما أجي، شلون ما أجي. هذا المكان يظل تذكرة لو واحد هي ويا، لو واحد قسما بالله لو فرد واحد هي أنا عي ويا. أم صلاح واحدة من مئات الأمهات التي حضرنا ليتفقدن مصير أولادهن المغدورين. ذو الضحايا عبروا عن رفضهم الإجراءات الحكومية التي لم تنصفهم بعد عقد من الفاجعة. طب العدل هسه موجودين؟ انطوا جثث هاي الناس؟ انطوا الرفات؟ والله مخصصات ماكو؟ نعم موجودين، انطوا مخصصات خلي يشتغل الطب العدلي ينطوا جثث لاهلها. فخامة الرئيس الجمهورية لم يصادق على إعدامهم 270 مجرم لحد الآن، ومعلومات مؤكدة تأتينا من داخل السجون العراقية لحد الآن.
لحد الآن. الأمم المتحدة المسؤولة عن إجراء تحقيق دولي حضرت إحياء الذكرى، وأكدت أن المجزرة تمثل أبشع صور الإجرام الإرهابي، وهي جريمة إبادة جماعية بحق الشيعة في العراق. يخلص التقرير إلى أن عمليات القتل التي وقعت في القصور الرئاسية قد ارتكبت بنية الإبادة الجماعية في سياسة تنظيم داعش بحق الشيعة في العراق. كما يخلص التقرير إلى أن نفس عمليات القتل هذه ترقى إلى كونها جرائم ضد الإنسانية. عشر سنوات وجرح سبايكر كأنه الأمس، ورغم أنين وصرخات الأمهات والآباء إلا إنها لم تحرك ضمائر المعنيين لإطفاء لهيب هذه العوائل الباحثة عن رفات أبنائها حتى يومنا هذا. محمد عادل الربيعي، الرابعة، صلاح الدين. تخليدا لفتوى الجهاد الكفائي والشهداء الذين ارتقوا بمعارك التحرير، أقامت العتبة الحسينية في كربلاء المقدسة فعاليات مختلفة، وثقها مراسلنا في المحافظة معتز العبودي في هذا التقرير. وسط حضور شعبي ورسمي واسع، أقامت العتبة الحسينية المقدسة في مدينة كربلاء المهرجان الجماهيري الأول لفتوى الدفاع الكفائي تحت شعار علماؤنا قادتنا وشهداؤنا قدوتنا، والذي يستمر 3 أيام، حيث يتضمن المهرجان عدة فعاليات منها تكريم عوائل الشهداء وافتتاح معرض فني يوثق الساعات الأولى لانطلاق فتوى الجهاد الكفائي وكيف لبى الشعب العراقي فتوى الدفاع المقدس ضد عصابات داعش الإرهابية. تنطلق فعاليات المهرجان الجماهيري لفتوى الدفاع الكفائي الأول من العتبة الحسينية المقدسة. هذه الفعاليات تستمر لمدة 3 أيام. أهم ما يميز هذه الفعاليات هي تكريم عوائل الشهداء الذين ضحوا وسالت دماؤهم دفاعا عن العراق وعن مقدساته، واستذكارا لهذا اليوم الذي صدحت فيه الفتوى من صحن الإمام الحسين على لسان سماحة الشيخ عبد المجيد الكربلائي. أيضا المهرجان يتضمن معرض للمقتنيات وللجرائم التي ارتكبها داعش وبعض أدوات النصر اللي موجودة من بدلات، وهذه المقتنيات حقيقة اللي راح تدخل التاريخ. كما تضمن المهرجان أيضا ندوات ومحاضرات حول أهمية الفتوى ودورها التاريخي في حماية البلاد، وكذلك عرض أفلام وثائقية تسلط الضوء على بطولات الشعب العراقي في مواجهة الإرهاب الداعشي. بعد مضي 10 سنوات على هذا الأمر العظيم الذي غير التاريخ في الشرق الأوسط بعد صدور كلمات بسيطة، ولكن كانت كل حرف منها تحمل آثار بعيدة وكلمات عميقة لتغيير مجرى التاريخ في العراق حسب، بل إنما في الشرق الأوسط. ويأتي هذا المهرجان ضمن جهود العتبة الحسينية المقدسة لتكريم تضحيات شهداء فتوى الدفاع المقدسة، وكذلك زيادة الوعي الجماهيري بدور المرجعية الدينية العليا في الحفاظ على أمن العراق ووحدة أراضيه. من كربلاء المقدسة، معتز العبودي، الرابعة. أعلنت وزارة الكهرباء إعفاء أكثر من 10 مسؤولين في قطاعات الوزارة بتوجيه من رئيس الوزراء محمد الشاع السوداني. وقال وكيل الوزارة عادل كريم أن قرار الإعفاء طال مسؤولين في عدد من المحافظات إثر التلكؤ الحاصل في تجهيز الطاقة خلال الأيام الماضية، مبينا أن مجموعة وحدات توليد الطاقة خرجت عن الخدمة في بسماية ومحطات في الجنوب والفرات الأوسط لأسباب فنية، ومن ثم تم صيانتها.
تكافح فرق الدفاع المدني حريقاً اندلع في مصفى نفطي على طريق أربير كوير. مديرية الدفاع المدني أكدت أن النيران تسببت باحتراق 3 سيارات إطفاء وأربعة صهاريج أخرى، مشيرة إلى مشاركة أكثر من 35 فريق أطفاء في محاولة لإخماد الحريق، والذي لم تحدد خسائره بشكل تام. هذا واستبعدت مديرية الدفاع المدني أن تكون الحرائق التي انتشبت في مؤسسات حكومية أو غير حكومية أن تحدث بفعل فاعل. وقال المتحدث باسم المديرية العقيد الرحمن حسين أن أغلب الحرائق تحدث بسبب التماس الكهربائي والإهمال وارتفاع درجات الحرارة وعدم إطفاء الأجهزة المنزلية، مستبعدا وجود دوافع سياسية أو اقتصادية وراء تلك الحرائق، كما أن أغلبها غير متعمد وليست بفعل فاعل. حذر وزير الخارجية فؤاد حسين من توسع الحرب في المنطقة بسبب تداعيات العدوان على غزة. حسين في مؤتمر صحفي مشترك مع وكيل وزارة الخارجية الإيرانية علي باغري أشار إلى أن الوضع الأمني في المنطقة حساس للغاية ويحتاج إلى حلول سريعة. تحدث عن أوضاع المنطقة وتم الإشارة إلى أن أوضاع المنطقة حساسة وهناك تشنجات توترات وحروب في هذه المنطقة، ومن الضروري أن ندرس هذه المواضيع ونتشاور ونتحاور من أجل الوصول إلى حلول. الوضع الأمني في المنطقة وضع خطر، وأنا سميت أنه المنطقة تحت النار، لذا نحتاج إلى مشاورات مستمرة ولقاءات مستمرة. وأنا أشكر معالي الوزير لهذه الزيارة وإتاحة الفرصة لتبادل وجهات النظر معه. من جهته شدد وكيل وزارة الخارجية الإيرانية علي باغري على ضرورة وقف الإبادة الجماعية في قطاع غزة. باغري وفي مؤتمر الصحفي المشترك مع وزير الخارجية فؤاد حسين أشار إلى أن إيران والعراق ركيزتان أساسيتان في المنطقة. موضوع المنطقة والعالم في جرائم الكيان الصهيوني والإبادة الجماعية التي يرتكبها في غزة، إن نظرة وتوجه الجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية العراق فهي مشتركة، فإن هذه الإبادة الجماعية من دون أي قيد وشرط يجب أن تتوقف. نحن نعتقد بأنه في غزة لا توجد حرب الآن، بل هي جريمة حرب اليوم، وفي نحن يجب أن نقف أمام الإبادة الجماعية في غزة. من جانب نحن نرى الكيان الصهيوني المحتل والمعتدي يقف إلى جانب وهو مدجج بأنواع الأسلحة المتقدمة من قبل أمريكا، ومن جانب من آخر فهو هناك شعب مظلوم ومؤمن وقوي ومقاوم، والذي قاوم لمدة 8 سنوات ولم يسمح للكيان الصهيوني لكي يصل إلى أي من أهدافه المعلنة. أبدت حركة حماس موقفا إيجابيا للوصول لاتفاق شامل ووقف إطلاق النار في غزة، مواجهة انتقادات حادة للإدارة الأمريكية ووزير الخارجية أنطونيو بليلكن. وأكدت حماس في بيان أن العالم لم يسمع أي ترحيب أو موافقة من قبل إسرائيل على قرار مجلس الأمن الداعي لوقف إطلاق النار. وأضافت حماس أن موقف بليلكن التي تحاول تبرئة الاحتلال هي استمرار للسياسة الأمريكية المتواطئة مع حرب الإبادة الوحشية. أكدت نائبة المتحدث باسم البنتاغون سابرينا سينوغ رغبة بلادها بتجنب توسع الصراع في المنطقة. سينوغ أشارت إلى أن وقف إطلاق النار في غزة
سيؤدي إلى تهدئة التوترات في المنطقة لا سيما مع لبنان. مضيفة أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن تحدث مطولا مع وزير الأمن الإسرائيلي بشأن التوترات المتصاعدة مع لبنان ومواصلة الدعوة إلى وقف التصعيد. أعلنت القوات اليمنية تنفيذ عمليتين استهدفتا مواقع إسرائيلية في أسدود وحيفا. المتحدث باسم القوات اليمنية العميد يحيى السريع أشار إلى استهداف أسدود جنوب تل أبيب باستخدام صواريخ مجنحة وهدف مهم آخر في حيفا شمال إسرائيل بطائرات مسيرة. ونفذت القوات المسلحة اليمنية عمليتين عسكريتين مشتركتين مع المقاومة الإسلامية العراقية. الأولى استهدفت هدفا حيويا في مدينة إسدود بصواريخ مجنحة، والعملية الأخرى استهدفت هدفا مهما في مدينة حيفا بعدد من الطائرات المسيرة، وقد حققت العمليتان أهدافهما بنجاح. قبل ختام النشرة تذكير بأبرز العناوين. بعد الانشقاقات تقدم يتحدث عن تجهيز مفاجأة من العيار الثقيلة، وحسم يؤكد لا تغيير بالمعادلة. كردستان تكشف عن اتفاق جديد مع بغداد لتصدير نفطها، وأخطاء طباعية تعطل نشر الموازنة. العراق يحذر من اتساع دائرات الحرب على لبنان، وإيران تشدد على إيقاف الإبادة الجماعية في غزة. النشرة انتهت، شكرا لطيب المتابعة، أترككم في رعاية الله.